رؤساء المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي والمفوضية الأوروبية جوزي مانويل باروز والبرلمان الأوروبي مارتين شولز يصلون إلى العاصمة النرويجية أوسلو لتسلم جائزة نوبل للسلام التي منحت هذا العام للاتحاد الأوروبي. We've come to Oslo. جئنا إلى أوسلو للاحتفال بإنجاز كبير حول أوروبا إلى قارة يعمها السلام بعدما كانت تعيش ويلات الحروب. فبعد 5 أعوام فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية قررت دولتان متخاصمتان طي صفحة العداوة وفتح صفحة تاريخية جديدة ملؤها الشراكة والتعاون. وفي سياق متصل تظاهر 100 من مدافعي حقوق الإنسان في شوارع أوسلو للتنديد بقرار منح جائزة نوبل للسلام للاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي غير ديمقراطي، فهو يقوم ببيع الأسلحة وإساءة معاملة اليونانيين. إنها حقا مهزلة. أنا أعارض كيفية تعامل الاتحاد مع الأزمة المالية، هذا الأمر يؤرقني. منح الجائزة للاتحاد هو توجيه صفعة قوية للذين يعانون من الأزمة في اليونان. وتم اختيار الاتحاد الأوروبي للفوز بجائزة نوبل للسلام نظرا لإسهاماته في إحلال السلام والديمقراطية في العالم بحسب اللجنة النرويجية المانحة لهذه الجائزة.